ايه ده ميدو؟ والله كويس ان انت هنا. بما اني هنا النهارده وانتوا هنا، فرحلتنا النهارده مع ميدو هتكون في جامعه ميديبول. انا عبد الرحمن القاضي، والنهارده هنخدكم بجوله جديده من جولات ميدو في الجامعات التركيه. جامعه اسطنبول ميديبول اتاسست سنه 2009 كجامعه بحثيه طبيه، ولكن بعد كده زودوا عليها تخصصات تانية زي الهندسة. زي ما قلنا، كان الهدف من تأسيس جامعة اسطنبول ميديبول إنها تكون مؤسسة بحثية طبية، ولكن دلوقتي تعد من أكبر وأقوى الجامعات في اسطنبول وتركيا. إيه الدلع ده؟ طبعاً أشهر تخصص في جامعة ميديبول هو تخصص الطب، عشان كده بتتسمى جامعة اسطنبول الطبية، حيث إنها بتملك واحدة من أكبر المستشفيات في تركيا، ده غير طبعا العيادات والمراكز الطبية حوالين البلد. وبما إننا النهاردة في حرم كافاجيك، فتعال نتكلم شوية عن الحرم اللي احنا فيه ده. هنا الجامعة بتحاول توفر للطلبة كل سبل الراحة والترفيه، عشان حتى الطالب ما يحتاجش هو يطلع برا. على سبيل المثال، ملاعب، مطاعم مشهورة زي اللي أنا بشربه دلوقتي ده ستاربكس، في كمان سابوي، في كمان كافا جونيوس، ده غير طبعا الكوافير عشان الطالب حتى ما يحتاجش ان هو يطلع بره عشان يحلق شعره، غير طبعا السكنات الطلابية اللي مجهز بشكل فخم جدا ونظيف جدا. وكمان الجدير بالذكر ان الحرم اللي احنا فيه ده مصمم من خلال طلبة تحت إشراف المدرسين بتوعهم. نيجي بقى على التخصصات. على سبيل المثال، تخصص الطب ألا وهو أشهر تخصص هنا في الجامعة. الجامعة هنا بتهتم إنها تدرب الطلبة وتجهزهم للحياة العملية، حتى موجود هنا في الجامعة غرف ومعامل بيكون فيها جثث حقيقية عشان الطالب يقدر يشوف اللي بيدرسه قدام عينيه. ده غير طبعا طب الأسنان، هنا في معامل مجهزة بأحدث التقنيات عشان الطالب يقدر يتدرب على دمى كأنها حقيقية بالظبط، عشان برضو يتدرب عمليا على اللي بيدرسه. ده غير طبعا الصيدلة، الهندسة، الحقوق، الاقتصاد، التربية، وتخصصات كتير جدا فوق 70 برنامج لبرنامج البكالوريا. واللي برضو بيميز جامعة ميديبول انها من ضمن الجامعات اللي في اتفاقية إيراسموس، ألا وهي التبادل الطلاب. كمان هي من ضمن مشروع بولونيا برضو لتبادل الطلاب. وبرضو الجامعة بتوفر ازدواج التخصص، وده معناه وانت بتدرس تخصص تقدر تدرس تخصص تاني وتاخد عليه برضو شهادة تخرج. جامعة ميديبول برضو تعد من الوجهات المفضلة للطلبة الأجانب، حيث ان موجود هنا اكتر من 6000 طالب أجنبي من اكتر من 100 دولة. كمان الجامعة بتوفر خصومات لبعض الجنسيات، ممكن تشوفوها عندنا على موقعنا. بعد ما سمعنا كل المميزات والحلويات دي، ما عليك غير انك تزور موقعنا على الانترنت او تتواصل معنا من خلال الارقام دي عشان تكون جزء من عيلة ميدو وتكون طالب في جامعة ميديبول. انا عبد الرحمن القاضي، شوفكوا في رحلة جديدة وجولة جديدة من جولات ميدو في الجامعات التركية.